في الخط ممكن يقطع في اي لحظه. اتفضل يا شريف قول لنا ماذا حدث في ال 25 دقيقه او ال 26 دقيقه. بنلعب كمان يا كابتن اسلام. اتفضل يا شريف اتفضل. بنلعب في الدقيقه 28 ويمكن في الدقيقه 27 يعدل احمد الشيخ اسهل فرص المباراه من تمريره ولا اروع من رمضان صبحي ناحيه الشمال بعد اختراق ولا اروع ولا اجمل وعمل له ثرو في 6 يارده لكن الشيخ استقبل الكره اللي اتت فايت او خدها وان تاتش فوق العارضه يمكن في اخطر فرص النادي الاهلي. بنلعب في الدقيقه 29 ما زالت النتيجه التعادل نتيجتين اهداف ولكن بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، النادي الاهلي بيضعف من فوق، النادي الاهلي يسد فرصه خالص لفريق كان يسد انه يعرف يحضر او ينقل الكوره في نصف ملعبنا. الاجواء كلها وكلها بتشير باذن الله ان الاهلي يقرب جدا من الهدف باذن الله نقدر نحرز الهدف سريعا. يمكن دلوقتي هنلعب في الدقيقه 29 وفي فاول في وسط ملعب وسط ملعب النادي الاهلي ناحيه اليمين يمكن اللاعب رقم 24 بيثبت الكوره عشان يعمل اوفر في داخل منطقه جزاء النادي الاهلي. يمكن اصبر معايا لحد ما نعدي الكوره. اتفضل اتفضل يا شريف معاك. ولكن شكل النادي الاهلي كويس، الاهلي بينقل الكوره بكل ثلاثه يمكن قفشه متملك في نص الملعب هو والسوليه. رمضان صبحي بدا يخترق من ناحيه الشمال مع علي معلم عاملين جرعه كويسه جدا. يمكن احمد صبحي برده عمل حوالي ثلاث اربع اوفرات الى الان لسه ما استغلناهمش ولكن في ريحه خطوره للنادي الاهلي. يمكن هم لعبوا الكوره ولكن علي معلم قطع الكوره ورد اثنين رمي ثلاثه الان للنادي الاهلي. بنلعب في الدقيقه 30 ما زالت النتيجه 6-0 والكره الان في وسط ملعب النادي الاهلي. يمكن الكره مع محمود متولي بينقل الكره لقدام لاحمد الشيخ ولكن تم قطع الكره. الكره الان بيطلع مع روان محسن لقفشه عمل بينيه للشيخ ناحيه اليمين ولكن المدافع عمل سكت وطلع الكره رامي تمام ناحيه المساعد الثاني رامي تمام راح لها عمل فتحي يمكن قريبه جدا من الضربه الرقميه. احمد الكره لاحمد الشيخ في 18 ويمكن بيعدي الاوامر الثاني يمكن وقع بس الحكم ما ادريش حاجه يمكن والله فيها كلام يا كابتن يعني فيها كلام يعني داخل منطقه الجزاء الحكم الى الان يمكن ماشي كويس عشان ما وصلوش برضه الحكم بيلعب في 31 ماشي كويس يعني الكوره فيها 50-50 من حسب رؤيتي يعني. تمام الكره الان يا كابتن اسلام يمكن في دفاعات فريق كان سبورت الغين يمكن بيحاول يحضر في وسط ملعبه علشان يقدر يبني هجمه لقدام لكن هم بيخسروا هم بيقدروا بيحاولوا ينقلوا الكرات ما بين النصف الحكم رمضان صبحي قطع الباص يقدر لمروان محسن الكره ناحيه الشمال راح لها مروان بيحاول يجي المدافع ولكن في الحكم حكم علينا فاول الحكم بدا ما اعرفش ايه اللي حصل له الكره فاول الان هتبقى فاول علينا. نعم قرينا على الحكم بين معلش معلش الكره الان مع دفاعات الفريق كابتن اسلام. لا انا بس كمل يا شريف شرحك وشرحك التفصيلي للمباراه. معلش سامحني بقى انا مش ماليش نفع عليك قوي بس هحاول اجيب الصوره طبعا مع مشاهدي قناه الاهلي وضيوفك كباتن النادي الاهلي. يمكن الكره الان مع دفاع فريق كان سبورت بيحاول زي ما قلت لك يطلع من الكره لقدام يمكن عمل شروع لناحيه اليمين ولكن على طول علي معلول افشل الهجمه والكره رمي تمام من ناحيه المساعد الاول. طيب الشكل العام يعني يا شريف الناس تطمن لغايه لما تجي لنا مره ثانيه مظبوط؟ اللي هي كابتن الشكل العام لفريق النادي الاهلي مطمئن لغايه لما تجي لنا مره ثانيه بعد 10 دقائق. الشكل مطمن اللي نلعب في الدقيقه 32 بشكل مطمن جدا، النادي الاهلي قريب جدا من احتياط الهدف. احنا دلوقتي بنلعب في الدقيقه 33 يمكن في فاول رمضان صبحي بيتكلم عن حاجه الكوره ما فيهاش حاجه في فاول من ناحيه اليمين يمكن ممكن تكون خطيره شويه. راح لها اللاعب رقم 24 والحكم بيوقف ال 10 يارده. ربنا يستر باذن الله تعدي على خير الكوره ثابت لا خطيرة وفي مكان خطير. اما الكانو سبورت اما بيكون في عظمه خطيره او في كوره فيها ريحه الخطوره الفريق الكانو سبورت بيبقى في معلق داخلي بيعلق على ان هذه الكوره فقط لا غير مثلا طول المباراه ما بقاش يبقى المعلق عندهم ثابت في مرحله المباراه. الكوره لسه ما اتعرفش لسه اللاعب رقم 24 لسه هيلعب الكوره. طيب
شريف ان شاء الله على الدقيقه 42 43 نرجع لك مره ثانيه تكمل لنهايه المباراه. انا بشكرك شريف مجهود كبير جدا، ولكن زي ما حضراتكم